بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في قناة السمك في اسكندرية، معاكم عمرو أبو الوفا. والنهاردة إن شاء الله معانا محتوى جديد هنتكلم فيه على الجمبري على الجريل بزيت الزيتون. زي ما احنا شايفين كده معانا جمبري، والجمبري ده احنا شقيناه من الظهر وطلعنا منه خيط الرملة اللي جواه، وكمان الشق ده له فايدة تانية إن بيخلي تتبيلة تخش جوه اللحمة. طيب إيه هي التتبيلة في عجلة كده سريعة؟ ده ملح، فلفل، كمون، شطة، سكر، خل وثوم، ليمون، زيت زيتون، صوص البابريكا. تمام، احنا هناخد الصوص ده كله ونحطه مع بعض في حته حاجه واحده ونقلبوه زي كده اهو. ده وعاء او اناء ايا كان، وهنحط فيه الحاجات دي كلها ونقلبوها. ده كده نبدأ بالبابريكا، ده كده صوص البابريكا، وهكذا كده التوابل التانية كده، زيت زيتون شوية صغيرة كده، والليمون، الثوم، والخل، ونديهم تقليبة. تمام كده، بعد ما اديناهم تقليبة نبدأ نحطهم على الجمبري. وندي الجمبري ايه تقريبا سريعة. ده شكل كده الجمبري بعد ما تبلناه زي ما احنا شايفين كده، ايه خد التتبيلة بتاعته. ممكن انت كمان لو عايز انت يشرب التتبيلة ممكن تسيبه ساعة او ساعتين، يعني حسب الرغبة، ممكن ايه على طول. دلوقتي ايه حطينا الجريل اهو، هنبدأ ان احنا نحطه زيت الزيتون شوية صغيرة. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، ده كده الشكل النهائي ليه بعد 5 دقايق وتقليب على نار متوسطة، وده كده شكل التقديم بتاعه. ربنا يبارك في كل أكلنا.